فاسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. ربما بداية المقطع الذي شاهدتموه في بداية الحلقة يعطي نبذة عن ما سنناقشه في حلقتنا لهذا اليوم. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام عن النزاعات العشائرية والصراعات المسلحة التي تحدث في وسط وجنوب العراق بين عشائر عراقية، لكن للأسف تعطي انطباعا سيئا جدا عن المجتمع العراقي، وتبتعد بعدا كثيرا عن قيم ومبادئ العشائر العراقية العربية الأصيلة وقيمها وأخلاقياتها، وبالتالي تنشر فكرة الميليشيات والفوضى والصراعات، وتعكس حال الضعف في مفاصل الدولة، وتؤكد أن حكومة المنطقة الخضراء ضعيفة ولا تستطيع أن تفرض قوتها إلا على الفقير. المقطع الذي شاهدتموه مشاهدين الكرام كان بين عشيرتي الدبات وآل بايش الهلاليين في محافظة ذي قار جنوب العراق. المقطع اللي شاهدتموه كان استنجاد نساء وأطفال لإيقاف إطلاق الرصاص بين العشيرتين. دعونا نشاهد الآن مشاهدينا المقطع لشكل هذا الصراع المسلح بين عشيرتين عراقيتين للأسف. مشاهدينا الكرام، من يشاهد هذه اللقطات يعتقد أنها معركة بين دولتين، ليس بين عشيرتين عراقيتين أو قبيلتين داخل بلد واحد، ليس بين أفراد مجتمع واحد. للأسف الشديد هذا هو واقع الحال في العراق. هذه ليست حالة واحدة وليست حالة فردية كما تروج السلطة أحيانا، هذه جزء من كم كبير جدا من النزاعات العشائرية والصراعات المسلحة التي يذهب ضحيتها كثير من الأبرياء جراء إطلاق الرصاص بهذه الطريقة التي شاهدتموها. وبعضهم مثل ما استمعتوا يقول عاش تيدك، وهو لا يعلم أن هذا يعلم أو لا يعلم، حقيقة لا ندري، أن هذا الرصاص يطلق باتجاه بيوت ناس آمنين، أطفال ونساء وكبار بالسن ومرضى في ظروف إنسانية صعبة جدا في بلد مدمر، ويقول عاش تيدك. عاش تيدك على شنو؟ على قتل الأبرياء؟ مهما كان النزاع، لو كان هؤلاء يعترفون بدولة وبقانون لما فعلوا هذه الأمور. لو كانت هناك دولة في العراق وقانون يطبق، هل كان أي شخص تسول له نفسه أن يفعل ما شاهدتموه قبل قليل؟ أين هيبة الدولة التي تتحدث عنها الرئاسات الثلاث وصدعوا رؤوس العراقيين بها؟ أين سيادة الدولة التي عندما يتحدث أحد ويقول أن العراق مخترق تنتفض هذه الميليشيات والأحزاب وتقول لا، العراق بلد مستقل ذا سيادة وصاحب قرار؟ أين القرار اليوم في العراق عندما نرى كل من لديه القدرة على حمل السلاح
مسنود من عشيرة أو من حزب أو من ميليشيا يستطيع أن يحمل هذا السلاح ويطلق الرصاص تجاه الناس الآمنين في بيوتهم ولا أحد يحاسب أو يعاقب. معنا السيدة أم أحمد من الموصل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ، عندي شكوى على سجن الناصرية. تفضلي. عندي أخويا بسجن الناصرية. نعم. ودينا له علاج وهو عنده زرع كلى. وخابرنا قالوا جيبوا لي علاج، ودينا له علاج وعلاج ما وصلوا له هو. نعم. وراها بأسبوعين ثلاثة خابرونا قال نزيلكم توفى. نعم. طيب. ورحت يعني استلمته وجبته. نعم. وعندي شكوى على سيطرة العقرب بالموصل. سيطرة العقرب، نعم. نروح يحاسبونا واحنا نساء. وينزلونا بالشارع. واحنا الحكومة سمحت لنا نزور أولادنا. نعم. ويقولون سووا التبرع، احنا ايش نسوي تبرع عن أولادنا؟ إذا نعم. هي الحكومة سمحت لنا احنا نزور أولادنا. سيدة أم أحمد، اللي موجودين بسيطرة العقرب مو حكومة؟ نعم. مبلش يوم الحكومة يحاسبونا، نروح الشارع ينزلونا بالشارع يحاسبونا. نعم. ياخذون هوياتنا وينزلونا بالشارع. ما معنى هذا الكلام انه الحكومة هي نفسها ممثلة باللي موجودين بسيطرة العقرب، هي اللي تعاقب الناس وتتعامل ويا الناس بهذه الطريقة، مو هي هاي الحكومة؟ حكومة بس ليش يعني يجي تسوي بينا؟ نعم. يعني ايش قد يعني نروح سيطرات ونرجع ما حد يحاسبنا ولا حيكون رايحين وين جايين؟ بس بناء سيطرة العقرب بالموصل تحاسبنا وين رايحين وين جايين. نعم. طيب سيدة أم أحمد، أنا أشكر حضرتك، ندائك وصل وصوتك وصل إن شاء الله، وهذه رسالة لهذه الحكومة التي يسميها البعض حكومة وينتقد البعض الآخر عندما يطلق عليها هذه التسمية. سيطرة العقرب في مدينة الموصل، تذل الناس، تجديد أين تذهب ومن أين أتيت وكل هذه الأمور. طبعا التطبيق الدور الأمني هو واجب أكيد يعني، وهذا الموضوع لا شك فيه، لكن أن يطبق في أماكن وأماكن أخرى لا، أن تكون هناك محاباة بين شخص وآخر، وتذكرون موضوع التفجيرات التي حصلت في بغداد وغيرها، أنه ينظر من في سيطرة الأمنية أو نقاط التفتيش إلى السيارات المضللة، ومن يحمل باج تابع لميليشيا أو حزب أو غيرها يمر دون تفتيش، ويطبق التفتيش على المواطن الفقير، والتطبيق القانون والأمن الشديد على المواطن الفقير. وبالتالي هل هناك قانون عادل فعلا في العراق يطبق؟ لو كان هناك قانون في العراق هل كنا لنشاهد كل هذه الخروقات الأمنية، هذه التجاوزات، الصراعات المسلحة، من يحملون السلاح خارج إطار القانون؟ السيد كيان من بغداد، تفضل. مساك الله بالخير أستاذ محمد. مساء النور، حياك الله. شلونك حبيب قلبي؟ الله يسلمك. طبعا تحية لك وللكادر. الله يبارك. أستاذ محمد، هذول هسه هذا المقطع، هاي النزاعات العشائرية. يعني هذا الرصاص اللي يطلق، ووين يروح هذا الرصاص؟ يروح على الأبرياء، على الناس الأبرياء يقتلها. نعم. وهذا اللي يطلق الرصاص يروح يصلي ركعتين، شكر لله. شكر لله على اليمن، على الأبرياء قتلتهم على اليمن. وليش تتنازعون بيناتكم؟ نعم. أنتم العشائر بدل ما تنازعون بيناتكم على أسباب تافهة. نعم. تعالوا شوفوا الوطن الرايح بالهاوية، تعالوا أنتم من داره. هذا الرصاص المفروض ينطلق على الفتلاوي، حنان الفتلاوي من 7 في 7، على المالكي انا وليد دم، على المالكي احنا ما نصلح العمليه السياسيه، على هذا العامري اللي يقول الفقر اكذوبه. نعم. على السياسيين الفاشلين اللي هبوا العراق. هذا الرصاص مو ينطلق بيناتكم، تذابحون بيناتكم على لا شيء. سيد كيان، ناس تتساءل خاصه مع اقتراب الانتخابات في العراق ومحاوله العراقيين لطرد هذه الطبقة الحاكمة، يقولون أنه إذا كانت عشائر العراق أو بعض عشائر العراق تتعامل بيناتها بهذه الطريقة، ذولا شو وقت يتوحدون حتى يفكرون بتطهير البلد وإنقاذ أو مساعدة العراقيين على التخلص من هذه الحكومات؟ ذولا اللي هم المفروض عشائر العراق، أعمدة العراق، اللي المفروض الناس تنسند عليهم، إذا هم بيناتهم بهذه الطريقة وبهذا الشكل الفوضوي، شو وقت حال العراق ينصلح؟ استاذ محمد، هذولي مع سلامات العشائرنا العراقيه الاصيله والطيبه.
نعم. هذولي يعني ما اقدر اطلق كلمات وعيب، هذول مو عشائر، هذول لملوم. لملوم هذا اللي يتعارك بيناتهم على اسباب تافهه، تلقاه على تكتيك، على مره زعلانه. نعم. يعني على اسباب تافهه صدق واعتقد، على بسطيه، على دكان. نعم. هاي عركات العشائر على اسباب تافهه. اصيله توقف للوطن، مو تتقاتل بيناتها. نعم. الوطن جاي يضيع، الوطن جاي ينباجه، يتقسم. ترى استاذ محمد في صفقات سياسيه قاعد تصير بالخفاء من تحت. نعم. الطاوله. نعم. من تحت الطاوله الى متى هيك؟ ليش هاي العشائر ساكته؟ طيب هاي العشائر ساكته، مو هم راح يجيها الطوفان، يجي الطوفان. هذا بالنسبه للعشائر. هناك الجانب الاهم. نعم. جانب الحكومة، هذا المصطلح اللي المفروض يعني يرهب كل من تسوي له نفسه باختراق القانون والتجاوز على القانون. الحكومة وينها؟ وين هذه السلطة اللي ترفض واحد يمس بالسيادة، وترفض واحد يتجاوز على القانون مثل ما يقولون، وترفض أي تصريح من أي واحد يقول العراق بلد مخترق ومنهار، ما يعجبهم هذا الكلام. طيب التطبيق وين على الأرض؟ محمد الحكومة ضعيفة، أعطيك دليل. الحكومة ضعيفة، مو بس ضعيفة، ما موجودة. نعم. طبعا ما أرد أظلم، أكو ناس يشتغلوا العراق حقيقة، مع احتراماتي لهم، أكو ناس حقيقيين يشتغلون. أستاذ محمد أي. ضعيفة ليش ضعيفة؟ هذا السلاح شلون وصل لدين هاي الناس؟ شلون. نعم. وصل لهذا السلاح ثقيل، هذا مال معارك، مال جيش عراق هذا. نعم. هذا السلاح تجهز به جيش عراق، شوف لاحظ بكيسيات وسلاح ثقيل، وهاك تفضل هذا صاروخ انطلق. أي. سلاح ثقيل وخفيف، هذا شلون وصل ليد المواطن؟ شلون. نعم. وصل ليد المواطن؟ نعم. اذا اكو تهاون، واكو من يساعد هاي الناس ويدخل لها سلاح من الدوله، من الحكومه. الحكومه لا حكومه حقيقيه. خلي تسوي ذول عبره، تسويهم عبره لمن اعتبر هذول. شلون تسويهم عبره يا سيد كيان؟ نعم. ومصطفى الكاظمي من شهر 5، من شهر 5. نعم بس لحظه، من شهر 5 2020 واحنا هسه داخلين على الانتخابات، من اول يوم اجى بي هو ححصر السلاح بيد الدوله، ماكو سلاح خارج اطار القانون، حتخلص مدته المؤقته وحتدخل الانتخابات، وما شفنا من مصطفى الكاظمي اي تطبيق لوعد حصر السلاح بيد الدوله. هل ذولا يريدون يرشحون نفسهم هم نفسهم ويستمرون 4 سنين قادمه يكذبون على العراقيين بهذه الطريقه؟ والله استاذ محمد انت سالتني سؤال، يعني خليني اجاوبك على الاول. تفضل. لا هذول لهم نيه يبقون والشعب ينتخبهم، هذا غباء، مو بس غباء من الشعب. اي يعني حيل وحلال، شيء يصير بالشعب حلال، بعد لا حد يطلع يشتكي ويحكي. نعم. الله وكيلك. لا هذول بقوا اي واحد يحكي انا الا بالمرصاد امام. نعم. الله سبحانه وتعالى. طيب يعني هذول يردون يبقون عليه من يقول على اليتامى، على الفقرة، على الأرامل، على المطلقات. على أهلنا وناسنا النازحين النايمين بالشول، عيب على كل واحد يتجه لله سبحانه وتعالى ويقول وجهت وجهي وسلمت أمري إلى فاطر السماوات والأرض وما يدافع لهاي الناس، عيب. نعم. علي. نعم. عيب. تلمن توجه لله، تلمن توجه صلاتك تحبك على الحق وعلى الإسلام. الإسلام محبة ورحمة وقوة وتكاتف وإنسانية وبناء وإعمار. هذا الإسلام. النبي محمد جاره يهودي يرمي. نعم. بالحجارة، يتمرض اليهودي النبي محمد يزوره. احنا هاي أهلنا النازحين يطاع عليهم بالشول، هاي وحدة أستاذ، عيب علينا وعيب على كل عراقي يسكت أمام الله سبحانه وتعالى. أنا أحكي بالحق لو على قطر صفتي فدوة، خلنا نروح فدوة للعراق، ماكو مشكلة. نعم. هاي وحدة. إن السؤال استاذ محمد، هذولي هذولي قاعد يرمون صدق واعتقد العشائر. هذولي منتمين، يعني عندهم انتماء، كل من منتمي الفصيل مسلح، وكل من منتمي الحزب والكتيبه. ما اكو هيش ناس، يعني هاي منين جايب هاي القوه وترمي بالسلاح علني؟ منو انت؟ منو انت؟ تحدى الدوله، انت قاعد تحدى الدوله ترمي بهذا السلاح. هذولي تيجي تسويهم عبره لمن اعتبر، انا اقول لك شو تسوي لهم ذولي. هذولي تجيبهم تعتقلهم هم وعوائلهم، خلا ترضى عليهم، تحترض عليهم انت، هم ورجالهم ونساهم تعتقلهم وذبهم بالسجن، حتى الاطفال والله العظيم يسويهم عبره لمن اعتبر هذولي. طيب. لان هذا شيء باطل وغلط. هذول تتوبهم، تتوبهم وتضوخهم الويلات على كل رصاصه، والله العظيم اخذت فلوس الرصاصه الرماها، وشكو شخص راح بهاي الليله وانقتل بريء
حمله مسؤوليته بالقانون وبالعشارة، حمله مسؤوليته يا استاذ محمد. البلد رايح للهاوي واحنا نتقاتل بيناتنا، عايشين هاي وين يعني دول دول وين عايشين؟ وين عايشين؟ بس وين عايشين دول؟ ما عايشين بالعراق؟ ما سيد كيان استاذ محمد ترى نعم. انا اشكر حضرتك سيد كيان، شكرا جزيلا لك للمشاركه، بس قد اختلف معك بموضوع الطريقه، طريقه التعامل مع هؤلاء الذين يتجاوزون على العراقيين ويسيئون لسمعه العراق والعراقيين بهذه الصراعات. موضوع النساء والاطفال، طبعا احنا من زمان منذ العمليات العسكريه على المحافظات المنكوبه ودخول داعش وغيرها، دائما كان الشعار والنداء انه يعني لا يظلم احد بجريره أحد أقربائه أو شخص ينتمي إلى هذه العائلة ارتكب خطأ معينا، يحاسب المخطئ على ما ارتكب، ولا ذنب للبقية الذين لم يشتركوا بأي شيء أن يعاقبوا أو يعني يؤخذوا بجريرة هذا الفعل. فيعني نعم أتفهم الغضب داخل السيد كيان تجاه هذه الحالات الشاذة للأسف الشديد في المجتمع العراقي، والتي للأسف أيضا تنامت بشكل كبير بسبب ضعف الدولة. معنا اتصال السيد أبو أحمد من الرطبة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله إذا تشوف المنظر هذا يعني ما تقول هاي معركة بين مجموعتين أو بين دولة ودولة. نعم. يعني النيران مشتعلة، الراجي ماف مشتعلة، يضربون على 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 الصحراء جرجال، يضربون على على ناس بينات أطفال وبينات نساء وبينات يعني شيوخ ومرضى، وتضروا هذا إحنا بيئتنا. إحنا اليوم في 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 شريعة الغار. نعم. والله جريم، والله أنت إليه الجريم. سيد أبو أحمد، ذولا شلون يسمون نفسهم عشائر عراقية وكل من معقل وورا 100 واحد ويحكون بالعرف العشائري وبالتقاليد العشائرية وهم يتعاملون بهذه الطريقة؟ الطريقة هاي طريقة يعني إجرامية، هاي طريقة مو عراقية. العراقية عشيرة يعني هذول يعني ما تتصوره يعني هسه انا يعني ما اقدر اقول لك عن الكلام هذا. نعم. يعني شيء يحزن انا بعد عنهم 500 كيلو او 600 كيلو، لكن ادحك على هالنيران هاي المستحله على هالبيك السيارات على هالاحاديات يجي هاي مو بيك السيارات. نعم. يعني هذا يضرب عدو ما يقول هذا عشائر. انا بيني وبينه الاطرحان بيني وبينه يعني نسبة بينه وبين درافة بينه وبين احنا تبشير يعني سيد أبو أحمد يطرحون ناس يقولون إذا ذول العشائر، هذه العشائر تتصارع فيما بينها على أمور تافهة، يعني مشاكل شخصية، مشاكل عائلية، واحد تجاوز على أملاك الآخر ويتصارعون بهذه الطريقة الشرسة، ليش هم بعيدين أو وينهم عن ذولا اللي استباحوا الدم العراقي وسرقوا أموال الدولة ودمروا الدولة العراقية ودمروا المحافظة اللي قاعدة بها هاي العشيرة؟ ليش هاي العشائر تباوع على الأمور الصغيرة وتترك العراق المدمر؟ إذا هم يتكلمون بالحقوق وعدهم الغيرة والحمية، وينهم عن العراق والعراقيات والعراقيين؟ استاذي ماكو حقوق، ماكو حقوق، ماكو ضايعه بالعراق، ضايعه الحقوق، ماكو حقوق، ماكو يعني راحت الحقوق انتهت. يعني انتهت الحقوق، يعني يعني شريعه غار. يعني قبل احنا من نشوف شيخ العشيره كلنا نقف طف واحد بوجهه، يعني نقفله ونأيده ونقول الله يحفظك وكذا وكذا. يعني ليش هسه انا ليش اذا ما الى كلام شيخ العشيره؟ الله بيد بيد الشباب، بيد الناس اللي ما تعرف قيمه الشخص اللي ينقتل او ينجرح او كذا او كذا. طيب. يعني ما باكر عقبه الله يذللهم فيهم فانهم مسؤولون. نعم. ليش ما قاري هاي ما سامع وين علماء الدين بهالشغله؟ وين الدولة؟ وين النظام؟ يعني بيطلعوا لنا برامج تعبانة والله. أي.
فلان باقي فلان هذا بينتدب لهم بياناتكم هاي الفوضى هاي الفوضى هاي المعركة اللي صايرة يعني والله والله أنا ما يعني في ما أتخيل إلا قبل يطلعونها بصور المعركة صور من المعارك يعني ليش طيب ليش؟ سيد أبو أحمد أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا وصلت الفكرة. خلونا نشوف مشهد آخر مشاهدينا الكرام من مشاهد النزاعات العشائرية والصراعات التي تحدث. هذا المشهد اللي شاهدناه قبل شوية كان بشجار مسلح، صراع مسلح حملت به عشيرتا الدبات وآل بايش الهلاليين السلاح وتقاتلتا فيما بينهما. لكن هناك شكل آخر داخل مستشفى مشاهدينا الكرام، في مستشفى المحمودية داخل ردهات مستشفى المحمودية شجار بين عشيرتين، أفراد العشيرتين تشاجروا على خلفية حادث سير مروري دون مراعاة طبعا لحرمة المستشفى، دون مراعاة لوجود مرضى، دون مراعاة لأي شيء. وهناك حالة سلبية أيضا سنذكرها، لكن خلونا نشوف المقطع أول شيء وبعدين نرجع. شاهدتم مشاهدينا الكرام هذه الحالة، أيضا عشيرتين والصراع فيما بينهما داخل حرم المستشفى قرب ردهات الطوارئ بجانب المرضى الذين يعانون ولا يطيقون تحمل هذه المشاجرات وهذا العنف وهذا الصراخ بهذه الطريقة الفوضوية. الحالة السلبية الثانية اللي كانت موجودة بالمقطع وحنا عرضها بعد شوية مرة له حتى تنتبهون عليها أيضا لمن فاته الموضوع، الشرطة أو القوات الأمنية هؤلاء الذين يرتدون الزي الحكومي الزي العسكري كانوا شرطة أو جيش، وكيف أنهم ينظرون ويشاهدون فقط دون تدخل وقاموا يصيحون أيضا مثل ما البقية تصيح وتصرخ. خلونا نستمع إلى السيد أبو صنديد من الكوت. تفضل يا أبو صنديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ محمد؟ شلون صحتك؟ حياك الله، أهلا وسهلا. اللهم يحفظكم قناة الرافدين ويحفظ المقدم البرنامج ويحفظ كل الكفاءات اللي تقدم هذا البرنامج. الله يبارك بيك، حياك الله. الله يحفظك. الوضع في العراق لا نبي التطور أبدا، الوضع في العراق يصير نحو الأسوأ. نعم. إذا كان على حصر السلاح يد الدولة هذا فيلم تعبان ونسولف على القديم اللي راح من زمان. نعم. مستحيل ينحصر سلاح يد الدولة هذا. أولاً الأسلحة موجودة عند الأحزاب. نعم. العشائر عندها أشكال وأنواع الأسلحة. نعم. وضع في العراق يستمر ويمشي للأسوأ ويصير للأسوأ باستمرار. نعم. لأنه ما عدا السلطة وغياب القانون. وأنا أشاهد لك هذا المقطع اللي داخل المستشفى يدل على أنه غياب القانون. أكو فوضى عارمة بالبلد. البلد بحكم ناس مو مؤهلين لهاي القيادة في البلد. نعم. الانتخابات بعد الأيام من 20 يوم 25 يوم تجين انتخابات. أستاذ محمد لا أظن هاي الانتخابات راح تغير شيء من وضع العراق. يعني تطور للعراق قدنا مثلا. نعم. تغيير وضع اقتصادي اجتماعي. وضع سياسي مساعدة الفقير. نعم. انصاف الفقير. نشر عدل، هذا كله مستحيل بالعراق. يعني اليوم سيد أبو صنديد المواطن العراقي ما ينظر إلى كل هذه الأمور بقدر ما ينظر إلى الوضع الأمني، إلى الأمان المفقود من العراق. كل هم اليوم المواطن العراقي سواء اللي بالداخل ولا المغترب ينظر أنه هذا البلد شو وقت يطبق فيه نظام يحمي حقوق الإنسان ويحافظ على حياة الناس قبل الجانب الاقتصادي والكهرباء والخدمات وغيرها. هاي الدولة اللي وعدت العراقيين صار لها 18 سنة انه هي تحفظ حقوق الناس وتطبق القانون، وينها لغاية اليوم ما طبقت اي قانون؟
اكو ناس استاذ محمد انت تتكلم وكلامك من عسل، اكو ناس تتامل الانتخابات راح تغير شيء من وضع العراق. نعم. على كل الناس، على الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، الاجتماعي. نعم. الامني، السياسي، كل لا 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 لا. الاوضاع تتامل خير بالانتخابات. نعم. انا من الناس انسان بسيط، يعني انا لا مسؤول بالدوله، انا انسان اشتغل عماله، يعني نعم. انا مواليدي 67 اشتغل عماله. نعم. الانتخابات الجايه ما راح تغير قيد أنملة من وضع العراق. ليه؟ سيد محمد أنا هسه لو أقيم، أنا لو يطول السلطة دولة العراق يعني مثلا. نعم. يقول لي هذا البرلمان العراقي كله وقفه وانهيه، أنهي خدماته. نعم. أنا أنهي خدمات البرلمان اللي عدده 321 شخص موجود. نعم. في البرلمان وأجيب تشدد، ما راح أغير حتى حرف واحد من تاريخ العراق ومن وضع العراق. نعم. ليش؟ زعامات الكتل نفسهم، السيد عمار الحكيم إلى كتلة، السيد مقتدى إلى كتلة، هادي العامري إلى كتلة، المالكي إلى كتلة، حجر العبادي إلى كتلة. طيب. دام موجود الكتل راح تجي عناصر جديدة. نعم. بالانتخابات الكتل ما تطي مشروع ولا تطي قرار على مسؤوليته. طيب. لأن القرار الأول والأخير صاحب الكتلة، فما دام. نعم. موجود صاحب الكتلة ما في تغيير ولا اكو خير تتأمله، لا انت ولا كل العراقيين، وكل واحد فاهم مثلك يعرف ويتنبأ باللي جاي للعراق، فماكو. نعم. ماكو تغيير ابدا. سيد ابو صنديد، الخير هاي حقيقة يعني. وصلت فكرة حضرتك، انا اشكرك للمشاركة من الكوت. ويانا السيد محمد من بغداد، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سيد محمد، تفضل. والله استاذ انا حقيقه انا مع الديوانيه، الحقيقه الانتخابات المقبله ما راح تغير يعني، ولا راح يصير تغيير بالعراق نهائيا اذا ما بصوره عامه وينحل البرلمان، مو يعني ينحل البرلمان وانتهى الموضوع، لازم ينحل البرلمان وينحالون جميع اعضاء مجلس النواب الى التحقيق. نعم. يعني الحقيقه انت الذين استاذ هذا اليوم هم سيطروا، شلون نعرف سيطروا؟ نعم. انت من 2003 الحدث مثلا دورة القانون زعامة المالكي. نعم. الان دورة القانون عندها 6000 تحالف. نعم. كل نائب من عندهم طلع سوى حزب وانضم تحت ائتلاف دورة القانون او غير دورة القانون، وايد ائتلافات صارت. الحقيقة هيمنوا هيمنوا على العملية السياسية مثل ما هم يردون يعني. محمد، هذا السلاح اللي بنشوفه اليوم هسه وبالمقاطع اللي عرضناها اللي وصل بيد العشائر، هذا السلاح شلون وصل لهذه العشائر؟ وكيف تسمح الدولة بأن يتم إطلاق الرصاص بهذه الطريقة وقتل المدنيين الآمنين في بيوتهم وهي صاحبة القوة وصاحبة القرار وما تتدخل؟ سادي سادي العزيز، هذا بسبب ضعف الدولة أولاً، يعني بسبب دخلات العشائر بالانتخابات. اليوم أنت تشوف الموجودة ببغداد، أي نائب مكتوب الشيخ الفلاني المرشح عن الشيخ الثاني. فأنت اليوم لازم إحنا نوضع حد خط تواصل بين التدخل العشائري بالانتخابات. نعم. بالنزاعات المشاكل الدستورية، لأن أنت اليوم إذا تروح تنتقل مثلا راح يقول لك أنا عندي فلان نائب وكذا نائب وكذا نائب. نعم. نعم. سيد محمد بن بغداد، وصلت فكرتك، أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. عندنا السيد أبو محمد من السماوة، تفضل يا أبو محمد حياك الله. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله. قناة الرافدين البطلة، حياك الله. بالنسبة للنزاعات العشائرية اللي كثرت. نعم. الفترة الأخيرة أستاذ محمد. نعم. أصبحت نوثق في العدة في جنوب العراق هو الأكثر سببها العفو كثرة الأسلحة. نعم. وكثرة الأسلحة مثل ما تعرف هي سببها الحروب الداخلية والحروب في العراق بالسنوات الأخيرة. نعم. وكل احنا نعرف انه هاي الحروب هي كانت مفتعلة من قبل السياسيين. طيب. والأحزاب العنيلة. نعم. اللي هي أرادت انه تعيد تسليح العشائر على حساب مناطق أخرى. نعم. والمقصود به هي مناطق الوسطى، محافظات الوسطى التي تعرضت إلى هجمة قوية لما يسمى عصابات. ولذلك نجد أنه ما يسمى بالحشد الشعبي هو. نعم. أساساً أسس المالكي
والأحزاب الأخرى وأحاد العامرة وغيره وقيس الخزعلي حتى يهجمون على هذه المناطق ويسحبون شكوى أسلحة موجودة هناك وإعطائها. ولذلك أنا راح أعطيك فكرة عن ما يحصل عندنا بالجنوب. حقيقة أنه أصبح جنوب العراق يعاني من تهمة من الأسلحة. هذا يعني أنا كشاهد عيان لهذه الأمور أشوفها حقيقة بالشارع. وتجار الأسلحة كثروا عندنا بصورة مو طبيعية وشبكة عجيبة غريبة. وأغلبهم مرتبطين بزعماء الأحزاب وقدموا لهم تسهيلات لتهريب الأسلحة وقال الأعتداء وغيرها من الأمور. ولذلك نجد أنه ما يسمى بعصابات داعش بدأت عندما تهجم على أخوان المناطق الغربية يتمكنون. ليش؟ لأن هم تعمدوا أنه يفرغون ذيك المناطق من الأسلحة بحيث دائما نسمع أفواتنا هناك يردون أسلحة دافعنا أنفسهم من هالهجمات وما عندهم حتى. شوف سيد أبو محمد حدي. إحنا الكلام اللي تفضلت به حضرتك كلام يعني نعم صواب وموجود بالواقع، لكن إحنا نقول ليش أصلا ننتظر أنه ناس تتسلح وناس تجرد من السلاح على حساب ناس آخرين؟ ليش ما نقول أنه المفروض أكو دولة هي اللي تحمل السلاح، هي اللي تحافظ على أمن المناطق، هي التي تحمي العراق والعراقيين من خطر التنظيمات الإرهابية، هي التي تمنع انتشار السلاح داخل أبناء المجتمع العراقي وتواجد الميليشيات وغيرها؟ يعني إحنا اليوم حتى لا إراديا يتجه البعض بالتفكير أنه تم تجريد هذه المناطق من السلاح. نعم، لكن أيضا يعني هو هذا واجب أصلا على أي دولة أن تجرد أي منطقة من السلاح ويحصر السلاح بيدها، لكن ليش بالعراق هذا الموضوع ما يصير؟ أستاذ محمد، بالنسبة للدولة إحنا نعرف أنه دولة ماكو، حكومة هي ضعيفة وهي نتاج هذه الأحزاب وهذه الميليشيات المدعومة من قبل إيران. وحقيقة هذا هو شيء مدبر وشيء ممنهج، يعني نعرف انه هذا شيء متعمد انه افراغ هذه المناطق من الاسلحة وتقديسها في مناطق الجنوب، وكأنه احنا هم عندهم شيء بالمستقبل يدبرونه واكو شيء راح يصير. وبدأوا يعبئون افكار بأدمغة الناس انه انت بحجة حماية المذهب ومن غير امور اخرى من هاي الامور الطائفية. وعندنا العشائر هنا اصبحت عندها نوع من التبجح بالاسلحه. أي. يعني مثل السباق بيناتهم من يقعدون عندنا بالديوان، يعني اللي يقول عندي مثلا 4 بنادق او 5 بنادق 6 بنادق تلقى ثاني يوم اللي سمع من الشيخ فلاني او جماعه الفلاني ثاني يوم يشتري 10. يعني هيك شيء صارت مثل التسابق. ومع العلم اكو ناس يعني حتى حالتها الماديه مو يعني ذيك الحاله الماديه المترفع حتى ولا ما تلقيه هو يكدس العفو يكرس كل امواله او كل اللي حصله في سبيل انه يقتني ويحتوي على هذه الاسلحه. سيد ابو محمد عندنا هي اي باختصار لو سمحت. نعم يعني ولذلك تولدت عندنا النزاعات العشائريه، وسببها ايضا انه قوة القانون ضعيفة. وبدأ يستسهل المواطن هنا انه بسهولة يطلع من السجن او لربما يدفع دية او فصل ما يسمى، وبعد ذلك يصير تنازل من قبل المقتول وهكذا. وايضا اصبح هناك استقواء من قبل البعض بسبب انتمائهم من هذه العشائر بهذه الاحزاب وهذه الميليشيات المرتبطة بدول الإقليمية. شكرا جزيلا سيد أبو محمد من السماوة. مشاهدينا الكرام، أريد أشاهد المقطع مرة ثانية ويا حضراتكم لمن فاته مشاهدة المقطع اللي صار بين النزاع العشائري بين عشيرتي الدبات وآل بايش الهلاليين في محافظة ذي قار جنوب العراق. خلينا نشوف المقطع. عاش كيدك
وزينا ما بين ايوه العين يشتعل كلش ما بين العين لا بس بيري يتكلم دور واحد ترى مش على الشارع. مشاهدينا الكرام معنا السيد عبد الرزاق من بابل، تفضل يا سيد عبد الرزاق حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، هذه ما نطلق عليهم العشائر الحرة، هاي ذولا نسميهم العشائر السائبة. اي ليش؟ لأنه صراحة ثبت بالدليل القاطع والواضح بأنه بعض البشر لا يقوم ولا ينعدل ولا يستقيم إلا بالخوف والإهانة والقوة. نعم نعم. لأنه مو إنسان حر، أنت تعرف وعشتها بزمن النظام السابق. نعم أستاذ محمد. أي. كان اللي يطلق طلقة واحدة. نعم. ها بأفراح بأتراح ها. أي. ينذب بالسجن. نعم. زين. وحسبان وتمنينا بانه يعني بعد سقوط النظام حسبان مشت هذه يعني الناس تثقفت ووعد على هذا الشيء بانه ما لكنه ثبت بانه مثل دولة امثالهم دولة عبيد دولة مو احرار اللي ما ينقاد الا بالاهانه والقوه والخوف هذا مو انسان حر هذا عبد. وهذه استاذ محمد لها تداعيات صراحه وانعكاسات سلبيه على باقي مناطق المحافظات العراقيه. نعم. يعني اليوم يعني هي كانت موجوده بالجنوب انتشرت الى للفرات بمنطقه المحموديه. اي. والبارحه بالشمال، فهذه اكو مقوله حلوه يقول لا تربط الجرباء بالقرب من الصحيحه خوفا على الصحيحه ان تجرب. فالظاهر المناطق الشماليه اللي الظهر وبقيه المحافظات راح يعني تستمر انها هذه. طيب سيد عبد الرزاق عندي سؤال، عندي سؤال لو سمحت. هل تلام تلام هذه العشائر على ما تقوم به من نزاعات واطلاق الرصاص وحمل السلاح، ام تلام الدوله على تركها لهذا البلد بهذا الشكل الفوضوي، على السماح للميليشيات ولكل من تسول له نفسه أن يحمل السلاح ويطلق الرصاص بهذه الطريقة مثل ما تفضلت، بالأفراح يطلقون الرصاص، بالأحزان يطلقون الرصاص، في أن أتفه النزاعات هناك صراع مسلح يودي بحياة الكثيرين، من الملام هنا بهاي الحالة؟ أستاذ محمد. نعم. بالنسبة للدولة هي ما تربي، هي عتها قانون، لكنه اذا اكو يعني احنا نشوف العشيره اللي هي يسموها ملح البلد، اذا ملح البلد هيك خايس فايش تتوقع يعني يعني بباقي افراد المجتمع؟ وهذا هذا يعود على اسناد يعني اللي هم اللي شلون مثل ما يقولوا يعدون المايله، تفضل هاي السلبيات مالتهم وهاي المظاهر مالتهم اللي رعب وخوف ورهاب. فاستاذ محمد دول هسه صدقني مدعومين من فصائل ودول انا هسه ما اعرف المشكله مالتهم على شنو. أيه. لكنه تلقاها هاي المشكله وهذا السلاح اللي جاي يتوجهون به على مسائل تافهه يعني كلش كذا على منافع على منافع حدوديه. حضرتك تفضلت بنقطه ذكرت كلمه جدا مهمه مرت اثناء الكلام وهي الارهاب. الحكومه اللي نعم. اللي تحاسب اهالي المحافظات المنكوبه على النفس اللي يتنفسوه وتلصق بهم تهمه 4 ارهاب. هذول اللي بوسط وجنوب العراق اللي يحملون السلاح واللي شوهوا صورة هذه المجتمعات العراقية الأصيلة، ذولا مو إرهاب؟ ذولا مو المفروض تطبق عليهم مادة 4 إرهاب؟ مو المفروض يودعون بالسجون والمعتقلات؟ ليش القانون يطبق على ناس وناس هم فعلا أصل الإرهاب والفوضى يتركون على حالهم؟ شوف سيد محمد، المشكلة اليوم نعم الحكومة تقود البلد بعين واحدة وهذا غلط. نعم. إذا تريد الحكم ها الحاكم إذا يريد يثبت وجوده أن يتحلى بالحكمة والحنكة والعدل. نعم. لكنه مع كل الأسف هذه غايبة عن الحكومة. إحنا أصلاً ما عندنا حكومة أستاذ محمد، إحنا عندنا نعم. ميليشيات وفصائل يعني ما ما نعم. ما في حكومة. أي حكومة إذا هيك يعني لما نشوف هيك هيك ظاهر وهيك يعني شغلات يعني مضره، هاي مو يعني مو مو مو, مو استقرار بلد، هذا ارهاب وهذا رعب، هذا لازم يتوقف يعني. وتحياتي لك استاذ. شكرا جزيلا. سيد حسين من الناصريه تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.
بعد روحي عم ضايق ما العشارة الله شاهد ملينا. اي الله شاهد ملينا عم ملينا الله شاهد انا من الشطرة انا من الشطرة. نعم عم الله شاهد ملينا من هاي العشائر الهمج ملينا. وين الشيء حكومة ماكو عم حكومة ماكو. سيد حسين سيد حسين عشيرة الدبات سيد حسين عشيرة الدبات والبايش البارحة متعاركين خوش عركة عشيرة الدبات والهلالية أنا أنا بيتنا كل نعم الدبات والهلالية الله شاهد يعني عم البيوت الفرقة اللي العوائل اللي نفقت نعم المن تحكي المن ما المن تحكي ما حد يرد عليه دولة بيد العشائر دولة ماكو. نعم نعم البارحة البارحة شقد استمر شقد استمر هذا هذا النزاع بين العشيرتين يا سيد حسين؟ تقريبا تقريبا بدت من الساعة 7 لحد 12 لوين؟ لحد 12 يعني من السبعة من السبعة ل 12 بالليل الحكومة وين كانت؟ وين كانت الحكومة خمس ساعات؟ ماكو ماكو حكومة عم ماكو احنا بالجنوب ماكو حكومة نعم ماكو يعني عشائر فلات عشائر الناعم تعتبر عن عشائر دواعش عم دواعش اللي قلت دواعش نعم عم داعش هنا بالجنوب نعم الله شاهد داعش هنا بس ماكو عم ماكو ما حد يسمع من النادي ماكو لا سيد لا معنن لا حكومة شيء وين نروح وين نشي وين نمشي إن من ما كرحين نروح نشوف لنا بعد نسافر غير دولة والله بعد جبت سيد سيد حسين نعم أنا أشكر حضرتك سيد حسين من الناصرية وطبعا أقدر الانفعال والغضب الذي يعتري سيد حسين لكن نعود لنقول مشاهدينا الكرام ودائما نكررها أن العراق للعراقيين هذه الحالات الشاذة التي جاءت بعد الاحتلال هذه النماذج التي تسيء للعراقيين وللعشائر العراقية الأصيلة هي حالات شاذة مثل حكومات ما بعد الاحتلال الشاذة التي سترحل في يوم من الأيام لأن العراق بالنهاية للعراقيين. محمد بن السماوة تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد تحية لك وتحية للرافدين. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله. أخي أبو جاسم اليوم فوضى عارمة تجتاح بلدي هذه نعم. الأيام وسماوتي ومدينتي تعاني ما تعاني من زميلاتها من محافظات البلد اللواتي نعم. ابتلين بالسلطان السياسي اسمه نعم. السلطة والبرلمان أي. خربوا الشوارع ودمروا المجسرات نعم. بصورهم البشعة هذا ينادي بحقوق المظلومين نعم. وذا في صيح بعالي صوته وبلاعيمة خربانة الحق للفقراء ولا نعلم أين الفقراء نعم. أخي أبو جاسم أصبح العراق نموذجا للفشل في الشرق الأوسط نعم. والعالم بعد ما كان العالم ينظر له بهيبة لا مثيل لها وصار العراق النموذج الأسوأ في العالم من حيث تراجع الأمان والفساد والمالي نعم. والإداري وسوء الإدارة لأن الجيش والشرطة جهازان فسدت حين دج بالميليشيات فيها وصارت الرتب العسكرية مربحا تريد نقيب لا تزعل علينا معود أشد لك عقيد وشكرا شكرا أبو جاسم. شكرا سيد محمد. كمال من أربيل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عزيزي بس أنا أحكي بالكردي. سيد كمال أتمنى من حضرتك أنه تحاول تتكلم بالعربي حتى أفهمك. والله ما أعرف عربي بس شوية عربية يعني حاول بالكوشي. حاول باللي تعرفه يا سيد كمال إن شاء الله أفهمك. إيه يلا برحمن العراقي تعزيت وايد وزارة الدولة الخامسة برمي جاسوب بحقية ما يعني لدو أو دستوري كبار كانوا ذاهو يعني كتبوا على العراق بين الكرد والشعار والله ما داخل يعني هو دروسه وكل يزورها وليده على جوز أو لجوز على جوز كان والله عم دروس نبو سيد كمال سيد كمال سيد كمال
أرجو المعذرة من حضرتك طبعا، أولا الصوت غير واضح، ثانيا يعني أنا فعلا ما أفهم على حضرتك أي شيء. أتمنى إذا كان هناك لديك رسالة معينة تود أن توصلها من خلال قناتنا، هناك الواتس أب بإمكان حضرتك أن تستعين به لكتابة الرسالة. إذا كنت تواجه صعوبة بصياغة الرسالة باللغة العربية، هناك مترجم على الإنترنت بإمكان حضرتك، وأيضا يدعم اللغة الكردية طبعا، اكتب باللغة الكردية وحول إلى اللغة العربية وأرسل لنا الرسالة، وإن شاء الله سنقرأها بالقريب العاجل بمجرد أن ترسل لنا هذه الرسالة. أنا أشكر حضرتك وأعتذر منك جدا، أنا لا أجيد اللغة الكردية. شكرا لك. عندنا رسالة من أبو يحيى يقول: قبل كانت العشائر ظهر الوطن واللي تطرد المحتل، هسه صارت هي سبب دمار الوطن، هي ولملوم السياسيين القتلة دم الشعب العراقي برقبتهم. عندنا رسالة أخرى من أحد المشاركين يقول: السلام على أفضل قناة، هل العراق سيبقى يعيش في دوامة إيران لتحقق إسرائيل جميع مخططاتها السرية مع إيران بالضغط على الشعب العراقي عن طريق وكيلتها إيران بربطه بقرارات الولي الفقيه، لأن إسرائيل هدفها تعقيد الوضع في العراق لتوسع ميليشيات بقوة من قبل الحرس الإيراني في المحافظات الغربية لإذلالهم عمدا وإذلال المعتقلين وأهاليهم كما فعلوا في سوريا، وكل عراقي يرفض جميع هذه الأحزاب المرتبطة بإسرائيل وإيران ليعترف العراقيون الأصلاء لكي لا يعترف العراقيون الأصلاء بإسرائيل كدولة. طيب أنا أشكر حضرتك للمشاركة ولهذه الرسالة. طبعا مشاهدينا الكرام، خلال هذا الأسبوع المنصرم، النزاع العشائري الذي شاهدتموه في محافظة ذي قار، والشجار الذي شاهدتموه أيضا بين عشيرتين في مستشفى المحمودية في بغداد، وهناك أيضا كان نزاعا عشائريا شجارا مسلحا بأسلحة خفيفة وبيضاء في مدينة الصدر شرقية بغداد يوم الاثنين طبعا، وكان هناك أيضا نزاع عشائري في محافظة البصرة أدى إلى إصابة العديد من زوار الأربعينية المتوجهين إلى كربلاء. المصادر تؤكد أن نزاعا عشائريا مسلحا اندلع في ناحية الدير شمال البصرة أدى إلى إصابة عدد من الزوار القاصدين كربلاء مشيا لإحياء الأربعين، ولدى مرورهم بناحية الدير محل النزاع أصيب أفراد أيضا من هاتين العشيرتين. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.